بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم في هذه المرحلة الممتازة اللي وصلنا لها في العمل. صراحة شغل ممتاز، نجرب ممكن هذا الشغل كامل تسكبس وتسحب وتحطه في لاير وتسكر هذا اللاير مؤقتا، أو تعمل عليه هايد. ممكن نتعلم على الهايد من قائمة display هايد هايد selection، وبعدين لو بدك تشوفه تعمل show last hidden أو show all زي ما بتحب. هلأ أنا عملتهم بلاير وأخفيته بطريقة من الطرق. بدي أعمل مكعب زي ما حكينا بهذا الدرس، بدي أعمل شكل خارجي لمسدس بسيط جدا بدون تعقيد. رايت كليك فيس اكسترود بالبداية للأسفل، تأكد من اكسترود انه رجعت عليها السيتنج اكسترود على الاوبشن هنا، ريسيت سيتنج، اوكي ابلاي، نزل الأسفل و للأمام قليلا جدا. الآن هذا الفيس اكسترود مرة ثانية حرف الجي و اكسترود للأمام بهذا الشكل. رايت كليك، نزيد عليه تفاصيل اف على الكيبورد عشان يعمل روتيت صح على انسرت ايدج لوب تول. نزيد تفصيله هنا وتفصيله هناك، تفصيله هنا وتفصيله هنا مثلا. الآن وهنا تفصيله ممكن، وهنا تفصيله أخرى، وهنا تفصيله. رايت كليك اوبجكت مود، أول شيء فيرتيسيز هذه المجموعة للأمام، ممكن هذا الفيرتيسيز هاي المجموعة R أصغر قليلا، وممكن هذا الفيس إكسترود هون كمان مرة اكسترود حرف الجي، اوكي. بعدين هذا الفيس اكسترود اوكي، فيرتيسيز مجموعة الفيرتيسيز هذه اندو انسلكتد كنترول مع هاي النقاط عشان نعمل deselect، و هذا الفيس ديليت، و هذا الفيس ديليت. والآن في عندي أداة جميلة لما يكون العنصر نفسه بدك تركبه مع بعض اللي هي append to polygon tool. روح على قائمة mesh edit mesh append to polygon tool append to polygon tool، كليك على هذا الإج وكليك على هذا الإج، اوكي. كمان في هذا المكان، عفوا هذا اخذ مكان خاطئ، اندو، طيب انتر اندو، نرجع واي بهذا المكان مع هذا المكان، اوكي انتر، كم مرة واي او جي انتر اندو واي هذا لا هذا المكان انتر واي انتر واي للمرة الأخيرة انتر. بشكل سريع ان هاي الفيسز
اكسترود في الداخل هكذا، وعندنا هذه الفيسز في المقدمة، أو هذا على الأقل اكسترود و اكسترود أجين للداخل، بعدين أصغر نزيد ايدج على اللوب ها هنا، وأيضا واحد في الوسط اندو واحد بينهم، و ار خلها أصغر اختار هاي المنطقة. لاحظ انا اخترت بس المربع، كليك عليه يعني بروح على المكان اللي اشوف فيه داخل، واكبس ميدل كليك وبسحب تبين معي المكان. هذا هاي الزاوية فيس اكسترود، عفوا اكسترود واصغر واسفل وأعلى ممكن، هون لوب آخر على هذا المكان ولوب بجانبه، واختر هذا الفيس واختر اكسترود اوبجكت مود و هيستوري، بعدين فيس و اكسترود ايضا وايضا، خلينا الاكسترود هذا صغير و صغر اكثر، و اكسترود جي قام مرة جي وللامام و روتيت سكيل اوكي بشكل مبدئي. وكبس ثلاث على الكيبورد حيصير في له شكل معين لهذا المسدس، يحتاج بعض التفاصيل. نزيد بعض التفاصيل، بدنا لوب هون ولوب هناك، لوب هنا ولوب اخر هنا، في عنا فيسز اللي هم هذا 2 3 4 ومن تحت 1 2 3 4 و اكسترود. لاحظ بدون ما تكبس على الزرقاء عشان يخرجوا جميعهم للأعلى، و ار نصغرهم اوكي. هون لوب آخر في هذا المكان، وممكن لوب في البداية، رأيي بكفي تفاصيل لهذا المسدس الجميل. أوكي. بس بال خلينا نرجع وان في ان هذا نحافظ على اي مكان بدك تحافظ على الهارد ايدج، اكبس على الزاوية واعطيها خط فقط او خطين، واحد قبل وواحد بعد. الان 3 هتلاحظ انه حافظ على الحافة هاي. نرجع 1 في عنا البداية كمان جميل انه نحافظ عليها، وهاي الحافة ايضا وايضا. و 3 تلاحظ شكله بدأ ياخذ المسار المطلوب. ممكن في هذه الأماكن تضيف لوب في بداية هاي المنطقة وهذه المنطقة، بعدين vertices
تختار مجموعة الفيرتيسز في هذا المكان مع دبل كليك على هذه الحواف، عفوا اوكي، مع هذا المربع ار في هون وباخذ عليه كله، اندو لكل اللي برا، كبس اربعه على الكيبورد، شوف انه كل الاماكن هاي لما كبس دبل كليك اخذ عليها كامل، لا اريد ان يظل التحديد عليها، خمسه او سته و زوم، لان هون حبه زياده اوكي، هون في حبه ناقصه اوكي جميل. رايت كليك اوبجكت مود و 3 على الكيبورد، بس باقي التفاصيل نحطها بالتكتشر. معلش انه بضلني شوي اعدل كل ما اكتفي، بلاحظ انه يحتاج بعض التفاصيل، هذولا الايدج خليهم للداخل، وهذا وهذا خليهم للداخل ايضا اوكي. هنا بعض الادجز احتاج منا دخولهم للداخل قليلا، طبعا هذا بعشر دقائق اوكي وضعه، ممكن تزيد فيه تفاصيل اكثر، انا اكتفيت بهذه العشر دقائق او اكثر شوي لعمل هذا المسدس، الشكل التقريبي للمسدس. طيب هذا بدي احاول ما اشيل عنه الفريز ترانسفورميشن، او لحظة خليني ارجع اندو، خليه في المكان تحت مكانه واشيل فريز ترانسفورميشن الان والهيستوري سنتر بيفت فريز ترانسفورميشن اوكي، وبعد هيك لا تشيل عنه الترانسفورميشن، عشان يعني بصير تشيله لكن عند التكتشر بدي ارجعه لشكله او لمكانه الطبيعي عشان اكمل العمل عليه لما نوصل عند التكتشر ان شاء الله. نحكي عن هذا الموضوع عادي ما في مشكلة لو شفت عن الستر، ولكن الافضل خطرت ببالي طريقة انه نحافظ عليه. اوكي كفي كلام في هذا الدرس، ان شاء الله نشوفكم في الدرس القادم. سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا الله واتوب اليك. عمر قنديل من دوت يعني سبحان